اشتباكات عنيفة خاضتها كتائب الجيش الحر شملت الهجوم على 9 نقاط عسكرية تضم حواجز على أوتوستراد دمشق حمص الدولي وتجمعات للشبيحة ومقاتلين من حزب الله اللبناني. انتشار لمقاتلي لواء فتح الشام ولواء درع العاصمة استعدادا للهجوم. قناصة الجيش الحر تقيد حركة قوات النظام وتؤمن مقاتليها على الأرض. هدف هاي المعركة نطهر هالاستراد من هالحواجز العليلي عما يأكل العالم الأبرياء والأطفال والحريم، ونصرة لأهل القصير والأهل بارزي ولأهل كل بلد، كل بلد بسوريا قاعد فيها النظام. الهجوم بدأ بتفجير سيارتين مفخختين بتحكم عن بعد عند تجمعين ضخمين لقوات النظام هما مشفى الشرطة العسكري وحاجز وحدة المياه. سيارات الإسعاف التابعة لقوات النظام كانت تدوي طوال الوقت. سرايا الاقتحام بدأت باشتباك مع قوات النظام والتقدم أكثر لتدور المعركة بين الأبنية والأزقة الضيقة. رد النظام كان بقصف شمل جميع أنحاء المدينة بكافة أنواع الأسلحة. مقاتلو الجيش الحر قاموا بدك قناصة النظام بمدافع محلية الصنع، كما تمكنوا من تدمير تعزيزات تشمل دبابتين وعربة بي ام بي كانت قوات النظام قد أرسلتها لتعزيز صفوفها. بسم الله الرحمن الرحيم، تم بعون الله اليوم تفجير مبنى زيدان الذي كانت تمكث فيه عصابات الأسد المجرمة وعصابات من حزب الشيطان، وتم بعون الله تعالى إحراق المبنى وبداخله 3 قناصين، وتم إحراق الزخائر والأسلحة التي كانت توجد بداخله، وتم الآن وبعون الله تعالى تدمير حاجز وحدة المياه وحاجز مشفى الشرطة على أستراد حمص دمشق. الله أكبر. كتائب الجيش الحر تمكنت بنهاية المعركة من السيطرة على 3 حواجز لقوات النظام لتقوم سرايا الهندسة بتفخيخ المكان لمنع قوات النظام من العودة لهذه الحواجز. انتصار جديد يحققه مقاتلو الجيش الحر على أوتوستراد دمشق حمص الدولي بعد أن قاموا بتحرير حاجز زيدان وحاجز وحدة المياه. لأورينت نيوز، يمان السيد، أوتوستراد دمشق حمص الدولي.